ويا حجواتي غوطتنا سمعنا الخبرية على الثورة السورية. يا حجواتي غوطتنا وهي أبو ماهر من شدنا بيسمعنا غنية وبيحكي عن واجعنا من أرض الغوطة الشرقية. مني إلكم تحية يا رجال ويا نجمية، مني إلكم تحية يا رجال ويا زكرتية، مع غنية بتعبر بتحكي الثورة السورية. رجال يا ميت هلا والله شرفتونا. يلا بعدي عندي يا بي. الله حيو بعدي. قال لي يا ابو عمار تفضل. عم ابو عمار حياك يا ابو علي. ليه عم ابو عمار وين وصلنا يا احبابنا بقصتنا اللي عم نقراها من كتابنا؟ وصلنا لما حسوا حالهم بالحرب العالميه الثانيه والامور مو ظابطه. اي نعم، اللي صار انه الامن بكل حقاره ونداله فتح عليهم النار. الله اكبر. قوس على المتظاهرين. اي نعم، قوس على المتظاهرين. الناس هون انشلشوا كثير ومن هالقصة احتاروا وفاتوا ببعض هون واعصابهم انهاروا. والشباب يلي كانت موجوده ما عرفوا باي جهه يندارو. طبعا هذا كله من الخوف، ومثل ما بيقول المثل الخوف بيقطع الجوف. شي انبطح على الارض وشي انبطح وتخبى قفا حاويه بالطريق على امل قشه بتنجي الغريق. المتظاهرين هون انشلشت تشلوش وبلشت تتراجع برجوع لوصلت لقدام سكنه واسمها سكنه هنانو. كبير صغير رجفوا سيئانه. رعبة جديدة أكلوها وهن عم يتراجعوا شافوها. متاري الأمن كان متخبي وعامل لهم كمين بالسكن العسكرية. اي نعم، وطلع بوشهم شي 50 عسكري، شي حامل هراوي وشي حامل روسية. وبهاللحظة هاي عرفوا سر الغمزات يلي كان العسكري عم يغمزهم ياها. تذكرتوا للعسكري؟ اي نعم. بهاللحظة اشتغل لقواص، هرب يلي هرب واعتقل يلي اعتقل. يا حرام. وامير يا احبابي كان نصيبه من المعتقلين. وبعد هالانهار الدامي عرفت الناس انه شي 15 شهيد بالغوطة ضحية هالعمل الاجرامي. كل شهيد طلعت اهل بلده عملت له جنازة، وتسكرت المحلات وتسكرت الشوارع، وصار الرجال بكل بلد تروح تعزي البلد الثانية بشهدائها، والأبضايات والإزقردية بساحات الحرية تتلاقى. وباليوم الثالث من أيام التعزاية ولساها الناس عم تعزي بعضها بمدينة دوما، وكل بلد عم تواسي البلد الثانية بأحزانها وهمومها، إجت سيارة قبل سودا ونواحيد التمساية هدت. فجأة أربع ضواريد من شبابيكها المدت. وما تسمع إلا صوت تط 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 تط. يا لطيف. رشوا شي أربع مخازن باتجاه التمساية وشفطت السيارة بسرعة وراحت. هاللحظة هون الناس البعيدة ما تسمع إلا صوت رصاص وعياط وريحة الإدمية فاحت. يا الله. السيارة اجت ساوت مجزرة وبكل دم بارد يتمت الولد ورملت المرأة وبكت الوالد. الله أكبر. الله أكبر عليهم إن شاء الله. وهلأ يستر عرضك عمي أبو خالد ومجيب لنا كأسة مي. والله طقطق حلقي. كملنا عمي أبو عمار. السيارة شو صار فيها عمي أبو عمار؟ من أبو ماهر شي غنية يفرفح لنا قلبنا وبعدها منكمل حلقتنا. يا غوطتنا يا بلد الكرامي فيك رجال تلبق للزعامة. يا غوطتنا يا بلد الكرامي فيك رجال تلبق للزعامة. فيك رجال توفي بوعودا الورد الجوري ونزين بخدودا. فيك رجال توفي بوعودا الورد الجوري ونزين بخدودا. ويوم الحرب تدحر الاسودا.
يا غوطتنا يا بلد الكرم.